الأخ العزيز معالي وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، مو مقصر حقيقة. يعني احنا يوم نزلنا الفترة اللي طافت، نزلت مو لك، نزلت رغبة بسيدي صاحب السمو أمير البلاد الله يحفظه، ولازلت وأنا جاي أقول لك أنا نازل عشانه، ولكن شطب أنت يعني بديتني بشطب، وأنا ويا الإخوان سوء سمعة راح أقولها، بالعكس أقولها وأحط أوراقي قدام الكل، جبت لك لا حكم عليه، تشطبني على أحوال شخصية وغير عليهم تنفيذ جنائي. طيب أنا عطني أنا حكم صادر خالص بتنفيذ جنائي، وأنا أقول لكم مع أنا معك، اشطبني، ولكن تبديني بأفلام ولا ما أدري شنو. والآن الحكم إن شاء الله عند القضاة، وأنا القضاء نزيه ومشيت. وعلى فكرة قدرت أني أنا أكمل أدفع 15 دينار وما سوى الإخوان الساعة 9 بالليل ونزلوا الانتخابات وقالوا لي ادفع، قلت لهم لا، أنا أم ريال ما علي حكم جنائي، أنا ريال مواطن كويتي جنسيتي كويتية، من حقي، مو مسوي شيء، بشارك، بسوي شيء حق الشباب، ترى الشباب ترى ملوا، ولكن تشطبني وتخلينا وهذا زين. وبعدين بدل وانا يعني انا بدل ما يكون تكريم منك تجيب لنا يعني درع يا اخي كلمه انه والله ما قصرت، وفي ناس يعني كيف اللي بيقاطع يقاطع، حريه شخصيه، والله انا بقاطع، انا لا امري محسوب على احد ولا جايب احد ولا بحط احد ولا احد جايبني، بس انا اللي بقلبي وقلب انا كل دوانية قاعد اقولها كلمه صريحه. اتمنى 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 يصير شيء. وين اللي قبل قالوا احنا واحنا، وردوا الحين نفس الكلام، ردوا نفس الكلام يوم الانتخابات، واشهدكم كلكم امامكم انتم، اذا احد رد عليكم البعض، يعني انا قاعد اقول ببسطها والله العظيم، وانا صدمني هذا الشيء وألمني، والله انا ما بغيت انزل قسما بالله، بس ألمني من بعض اخواني واصدقاء، يعني من بعض الزملاء اللي صار اعضاء مجلس الامه، كاتب بالواتساب او بالهذا التليفون مو باعي، واللي يدري يشوف. طيب انت ما دام انت ما انت قادر وخلاص نجحت سكرت بيبانك، ترى الحين ليش ترد تطق البيبان على العالم مره ثانيه؟ هم يدرون وعارفين، بس احنا نبي شيء فعلا يصير. والله حقيقه انا توني وانا داش، احنا مكان امام ما شاء الله كاميرات كبيره ويعني حمله اعلاميه والعالم كلها طالع وشاهد، الرصيف متكسر برا، الرصيف عزان يعني وين، والكاميرا عليها يعني كل الكاميرات، يعني هذا مش انا من ناحيتي كغيره، يعني انا يؤلمني هذا الشيء صراحه، نشوف يعني ما شاء الله ديرتي بخير. الحين انا من ال 2000 سنه 2000 مقدم على بيت وعندي عيال، صدقون انا ما عمري توسطت حق، مع اني ما اقول لكم انا منو اعرف، بس الناس تعرفني منو، ما عمري توسطت وقلت لهم اعطوني بيت، لحد الحين ما طلع لي بيت عادي، الحمد لله انا رجل اعمال والحمد لله، بس انا مقتدر، غيري مو مقتدر. الى متى؟ الدول الثانيه عندنا سمعوا هالكلمه بالبصمه يجيب كل شيء يخلص عنده، الحين لازلنا نفس الشيء ونفس جنسيتك واوراقك ودنيتك وهذا وين الناس خلصت البصمه؟ يعني والله هذا الشيء ان شاء الله اتمنى انه يصير، والله حرقت القلب، يعني اقول لك متى ترجع الكويت عروسه الخليج؟ لما البعض الحين من الحين الانتخابات تبدا الواسطات، من الحين شوف يعني عشان شخصيه معروفه بثوا كل الكاميرات وراحوا الناس وراه عشان هو ضامنين نجاح هذا الشخص معروف، ولكن انا شاب كويتي ما عندي قاعده ما عندي احد، ودي اني انزل ودي اسوي شيء، شباب الحين ودي اسوي، بس انت انا لما اشوف السوالف والمواضيع هذه تبث الناس تكسر فيني انا ولا غيري ولا من الشباب الكويتي وين؟ والحكومه ما شاء الله عليها الله يعطيها العافيه شجعت المرأة يعني على يعني طلاق ب50,000 دينار بعد الطلاق، مشكورين، شجعت الأرملة أنا أقول لك والله العظيم عطها قصر، وأنا أقول لك عطها، ولكن تروح تطلق وتعطيها 50,000 دينار ليش؟ زين أنا بتزوج الحين أعطوني 50,000 يلا ردوا علي، والله صدق جد قاعد أتكلم، ليش يعني انا منو ليش انا غير وهي غير؟ يعني حقيقه انا قاعد اتكلم والله العظيم من نبض ومن قلب مؤلم، يعني في سووا شويه مساواه، خلوا رحمه شويه، الحكومه لا تضغطون على الشاب الكويتي وايد،
الشاب مو بس ترى يبي كرة، ترى أنا واحد من الناس ما خلاص صائمت ما أحب الكرة. في أنت تحب الكرة، أنا ما أحبها يا أخي. أنا أحب هواية سباق سيارات. حطوا لي مضباب، ما شاء الله البحرين عندهم من جايبين بطل العالم هناك. بس يا أخي في ناس سوت هالشيء، وين؟ الله يرحمك يا شيخ باسل الصباح، الله يرحمك يا شيخ باسل الصباح. يعني كان شوف إيش كثر كبت من الشباب كانوا يروحون في ذاك الأوان، الحين وين؟ بس فالح لي ما شاء الله مدير المرور، أنت يعني عيني عليك باردة، حتى وأنت نايم تخالف ما شاء الله، تحاسب المخالفات عشان ما شاء الله أنت أنجزت، ودك أن تنجز. بس ولكن بعد ذلك يعني ما شاء الله الكاميرات برا بالديرة، يعني أشوف أكثر من بيبان البيوت. بس على الأقل يا أخي من حط لهم يا أخي سباق، خلى اللي يدوس يروح يدوس، ولا اللي بيسوي له شيء يسوي شيء. بعدين المخالفات المرورية وين قاعد تروح؟ الكم الهائل هذا وين قاعد يروح؟ أنا قاعد أتكلم الحين صج كلام منطق. كم واحد عليه تنفيذ مدني؟ ما يدري، والله ما يدري. أنا واحد من الناس ما أدري. أنا كافي، أنا عندي 10 مناديب وشركة ما أدري عنهم. أعطيك تليفون، أنا نزل عليه ذاك اليوم 70 دينار، قالوا والله عليه تنفيذ. طيب دق علي، ما شاء الله عندك أنت خبرة، الحين جايب جهاز بالبصمة. طيب احنا ما في جهاز دفتر فيه بالبعض، يعني بس ما انا هذا سمعته ملايين مكلفه انك انت تشيك عليه. زين انت دق عليه، علي بلغ المواطن يوقع، ترى في يوم الفلاني راح يصير عليك كذا، راح ننفذ. هذا مو كويتي، هذا مو حق من حقوقه. زين احد يتكلم بهالشيء؟ وزير الداخليه قبل لا تروح وش عليه هيك كلمتي الاخيره، روح زور التنفيذ المدني والسجون. هذه اخر كلمه، والله يعطيكم العافيه. الكويتي ما عنده بطانيه نوعها. So